أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان. أنا الإنسان هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الحلقة التعايش كممارسة وسلوك وتعلم، فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. التعايش أيها الأحبة هي ضرورة وممارسة لا فكاك منها، وهي من الثوابت الإنسانية التي نادت بها الحضارات المتقدمة والأديان والأعراف السليمة. فالأديان السليمة بكل نظمها وتشريعاتها وبكل ما تحتضنه من قيم ومتطلبات وحاجات، تمثل الرافد الأول والبوابة الرئيسية لمشروع التعايش. التعايش يظل المدخل الرئيسي لصياغة الواقع السياسي والاجتماعي المنشود على أساس الحوار والاحترام المتبادل وتعميق ثقافة حسن الظن. فأولى مميزات التعايش، أو أنك إذا أردت أن تعرف أن هذا الشخص لديه تعايش مع نفسه ومع الآخر، انظر إلى مدى حسن ظنه بالناس. كما ترى أن التسامح ونبذ ثقافة الكراهية هي من صفاته الأساسية، كما أن المتعايشين هم يتميزون بأنهم يرفضون الإقصاء لأي فرد في المجتمعات، وخاصة إذا كانت المجتمعات متنوعة ومتعددة مثل مجتمعاتنا. ولذا من الأهمية القصوى أن نتعامل مع حق العيش المشترك بوصف حق من الحقوق المقدسة. فالتفكير بالغلبة والتفوق والتمكن لطرف على حساب آخر غير ممكن مطلقا، وكذلك محاولة دمج أو تذويب أو إلغاء أي طرف أو عرق أو دين أو مذهب أو طائفة أو انتماء هو أيضا غير ممكن مطلقا. في الحقيقة أن التفكير في الغلبة والتفوق والتمكن لطرف على حساب الآخر هو نكران لواقع فعلي ما عاد ينفع في عالم متواصل، وهو لا يفضي إلا إلى مزيد من التفكك والانقسام. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل،
إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا، يشيّد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح من صفات محركات التعايش التي تحول المجتمع إلى مجتمع متعايش من خلال الممارسة والسلوك إنها تتطلب الدعم من برامج تقوم على التعليم والتعلم، وكذلك برامج تقوم على التواصل الفاعل في المجتمع الذي يعزز القيم الأخلاقية المشتركة ويزيد من القناعات التي تتقبل التنوع وبل تنشطه وتزرع حتى في المؤسسات والقطاعات الإنتاجية. إذا نستطيع أن نقول أن محركات التعايش تقوم على تفعيل الثقافة المؤسسية التي تقدر الخلافات والتعارض وتبني منظومة للقيم على أساس تداخل الثقافات، ثم برامج تعلمية تعليمية تقوم على التدريب والتطوير على أسس التنوع وإدارة المعرفة والتعرف على فوائد التنوع وتحفيز الأداء الشفاف، ثم على صناعة قناعات نحو فوائد التنوع. فالتنوع أيها الأحبة قد نتعامل معه كمشكلة أو نتعامل معه كفرصة، بل قبول بالتحديات التي تقابل أي نوع من أنواع التعايش هو في الحقيقة عمل على تغيير للقناعات، كما أن التواصل والأخلاقيات التي تقوم على التواصل هو في حد ذاتها نوع من أنواع محركات التعايش التي نبحث عنها. آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا، على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، قيم كبرى لما نعليها تعلينا. هناك قصة حفظتها لنا كتب السنة تحكي عن صحابيين فاضلين، أولهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والثاني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنهما. فقد روى الحاكم في مستدركه عن ربيعة بن كعب الأسلمي قوله: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا
وأعطى أبا بكر أرضا فاختلفنا في عذق نخلة، فقال وجاءت الدنيا، فقال أبو بكر هذه في حدي، فقلت لا بل هي في حدي، أي ربيع يقول هي في حدي، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم عليها، أي ندم عليها سيدنا أبو بكر، فقال لي يا ربيعة قل لي مثل ما قلت لك حتى تكون قصاصا، قال فقلت لا والله ما أنا بقائل لك إلا خيرا، قال أبو بكر والله لتقولن لي كما قلت لك حتى تكون قصاصا وإلا استدعيت عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ربيعة فقلت لا والله ما أنا بقال لك إلا خيرا، قال فرفض أبو بكر الأرض وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أناس من أسلم يرحم الله أبو بكر هو الذي قال ما قال ويستدعي عليك، فقلت أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه. انظروا إلى تعايش الصحابة، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، أي إياكم أن يراكم أبا بكر فيسمع فيغضب، فيغضب رسول الله من محبته لأبا بكر لغضبه علينا، فيغضب الله لغضبهما، لأن إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى سيغضب لغضبه، فيهلك ربيعة. فقال ربيعة فرجعوا عني، أي رجع عنه قبيلته وأهله، وانطلقت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقص عليه الذي قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ما لك والصديق؟ قال فقلت مثل ما قال، كان كذا وكذا، فقال لي قل مثل ما قال لك، فأبيت أن أقول له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا تقل له مثل ما قال لك، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر. قال فولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يبكي. إن هذه القصة أيها الأحبة تحمل جملة من الدروس في مفهوم التعايش لا تحصى ولا تعد، وهو التعايش الذي فهمه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. التعايش أيها الأحبة طريق سليم للحياة والاكتشاف مكنون الإنسان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين، متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي، أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.